السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيت يا شباب فيدكم اليوم بالأوزان، وراح فرجيكم الأوزان. راح نوزن 3 دجاجات وديك ونفرجيكم الأوزان يا شباب. مثل ما كن شايفين الميزان هلق على الصفر، راح نرفع ونشوف قديش الأوزان. عشر كيلوات، 10 كيلو، 4 3 دجاجات وديك. وهودي هني الدجاجات اللي وزناهم، هاي دجاجي وهذا ديك، وهاي دجاجي وهاي مثل ما يكون شايفين دجاجي. يا شباب وراح افيدكم بمعلومة، انه مثل ما يكون شايفين عنا في تركيا كل شيء يعني اوتوماتيك. هذا الاكل، هذا يجي هون خزان اكل مثل ما كنتم شايفين، خزان الاكل بسبب انه اليوم بدنا نبعث الصوص، يعني روح الذبح الصوص هاي المجاني بما بسبب المرض، انه مرضت هاي المجاني. الاكل بيجي من هون، الاكل عبارة عن بوري وفي قلبه في حلزون، وبصب الاكل هون، وهذا بيكمل انه في قلبه في حلزون كمان بيكمل سحب الاكل لاخر المجاني. وهودي عندنا شرابات المي، هاي مبدا شرابه المي، هاي مبدا انه الصوص بينفر وهي بتنزل منها المي. مثل ما يكون شايفين راح اوضحكم اكثر، هاي مبدا عمل مشارب عنا. وهاي مجاني، عرضه 25 بطول 80 متر، يوجد 16 مروحة لتبريد هاي المجاني، ويوجد مبردات من الجهة هاي 7 مبردات، ومن الجهة الثانية 7 مبردات، وعلى الطول في كل بين عمود وعمود 3 شبابيك للهواء. هودي مثل ما كنتم شايفين هون عمود، هون 3 شبابيك، وهون 3 شبابيك، وهيك بتكفي المجاني للاخير كلات على المبدا هذا. ومثل ما كنتم شايفين هذا الشادر، هو شادر الصوبه، هذا شادر الصوبه بضخ الحراره من جوا. نحن مبدا عمل الصوبه، الصوبه بالخارج وبتضغط هواء ساخن بيدخل لجوا، وعندنا مبدا عمل الاضاءه عندما بيصبح عمر الصوص من 20 يوم، 25 يوم فما فوق، بنشغل لمبة مثل ما كنتم شايفين، وبنطفي لمبة ومشغل لمبة، وعلى المبدأ للأخير لمبة شغالة لمبة مطفية ليرتاح الصوص، لأنه من 20 يوم وقبل لازم تكون الإضاءة قوية عنده، لازم هودي الإضاءات هاي تكون كاملة كلها تكون شغالة. من 20 ولا ينباع منطفي وحدي مشغل وحدي. وعلى هالمبدا هون عندنا المداجن تعتبر يعني كلها اوتوماتيك، بما يعني مثل ما انتم شايفين هون الدجاج بياكل من هون، وكل ما نقصت هاي طبقه الاكل بيرجع منشغل المعالف بتدور اوتوماتيك وبتنزل الاكل كلياته اوتوماتيك. يعني ما في الاخير يوجد حساس، هو عباره انه متى ما وصل الاكل للاخير بيشتغل الحساس بيعطيه امر انه يوقف الحلزون ويوقف الميتور الدفاش، ميتور الدفش عن العمل. مثل ما كنتم شايفين هذا ميتور الدفش عندنا هو، وراح فرجيكم شغله ثانيه كمان مهمه بتفيدكم. نحن مبدا عمل المداجن عندنا بتعتمد على هاي الشاشه اللي هي كمبيوتر، فيها الاحمر الحراره الداخليه جوا في المجاني، في عندنا الاقسام، اقسام الحراره، الحراره في القسم الاول والثاني والثالث والرابع بقيسه، هاي 27.4 بتدل على الحراره في الخارج، هاي نسبه الرطوبه 66،
هذا نسبة الرائحة الوسخة جوا المدجنة عم يقيسها 419. هذا مبدأ عمل الهواء الداخل لجوا، هو عم يقيس 42 باسكال عم يدخل هواء لجوا. طبعا هاي الحرارة المطلوبة عنا، الحرارة المطلوبة 20.8، هي مرتفعة 3 درجات لفوق، بس المبردات الساعة ما هي شغالات، ما عم يضخن مي طبعا. وهاي الصوبة انها تدخل في انها تشتغل على 20.8 وتطفى على 21. وهون عندك المراوح، هذا اهم شيء، المراوح بتشتغل 197 ثانية مثل ما انتم شايفين عم بيعد تنازلي، وبتطفى 103 ثواني، يعني مجموعا 300 ثانية عم بتساوي 5 دقائق. وهون عندكم نحن هود ما احنا مشغلين طبعا، قديش في اكل جوا في السيلو، في ميزانات بقص لك هذا الشيء طبعا. وهون قديش مفتوح باب المبرد بالمية، مفتوح 21%، ومفتوحات الشبابيك بنسبة 22%، وهذا بدل الأحمر إنه العضوي شغال جوا، وهاي سرعة الهواء الداخلي لجوا مثل ما كنتم شايفين. هون نحسن نلعب بعيار جميع الشغلات جوا. هون عندنا من الواحد مرقمات إلى 15-16، هذا المراويح. هون عندنا المبردات، هاي المبردات طبعا. هلا انا اذا شغلت المبردات مانويل، شغلتني خليته يضغط المي مانويل، راح بتشوفوا انه الحراره راح تنقص بعد مدي، يعني ما تتجاوز دقيقه ونص طبعا. ومثل ما انكم شايفين هذا من الواحد 2 3